السلام عليكم يا سنة رابعة، هنتكلم عن الوحدة الثالثة نشأة الحضارة المصرية القديمة، الدرس الثالث عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة أو أسباب قيام الحضارة المصرية القديمة. في عوامل طبيعية الإنسان اتولد لقاها موجودة زي نهر النيل والموقع الجغرافي والمناخ والموارد المعدنية، وعوامل بشرية الإنسان هو اللي عملها زي الوحدة والجيش. هنتكلم عن العوامل الطبيعية، وأول حاجة نهر النيل هو السبب الأول لقيام الحضارة المصرية القديمة، فلقد استقر الإنسان المصري القديم على ضفافه وعمل بالزراعة وكون الأسرة، وكان المصري القديم يعظم النيل حتى أنه في المحكمة الإلهية كان يقول لم أدنس نهر النيل أبدا، وذلك لأن تلويث نهر النيل كان من الجرائم الكبرى التي يحاسب عليها المصري القديم. هنلاحظ من الصورة اللي قدامنا ان مصر تتوسط العالم القديم اللي بتضم اسيا واوروبا وافريقيا، كما ان مصر تطل على بحرين هامين هما البحر المتوسط والبحر الاحمر، وده كان ليه نتائج. ايه هي؟ ساعد ذلك على التواصل مع البلاد المجاورة وتنشيط حركة التجارة. 3. المناخ. مناخ مصر حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، وتنوع المناخ ادى الى تنوع المحاصيل الزراعية. 4. الموارد المعدنية. يوجد في باطن الأرض المصرية معادن كثيرة مثل النحاس والقصدير والذهب والفضة والرصاص، وصخور مثل الرخام والجرانيت. طيب إيه هي النتائج المترتبة على هذه الثروات المعدنية؟ الإجابة قيام صناعات متعددة. ثانيا العوامل البشرية. 1. الوحدة. أدت الوحدة إلى نشر الأمن والطمأنينة بين الناس، انتهاء الصراعات بين القرى والمدن والأقاليم، الاهتمام بالزراعة والصناعة، قيام الحكومة المركزية. 2. الجيش. بما تفسر أهمية الجيش؟ الإجابة حماية البلاد والدفاع عنها. وبكده انتهينا من درس عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة.